مرحبا شباب، شلونكم؟ خلينا ناخذ نظره على فكره الجينات في ذا ويتشر. يوجد في اللعبه جينات حمراء اللون ترفع من قوه دامج السيف، وجينات زرقاء اللون ترفع من قوه السحر، وجينات خضراء اللون ترفع من مستوى الدم الصحه اكثر. يمكن الحصول على هذه الجينات من جثث الوحوش بعد القيام باصطياد الوحوش، ولها احجام. فهناك جينات صغيره لسر تقدم زياده صغيره، وجينات متوسطه حتقدم زياده متوسطه، اما الجينات الكبيره لجريتر فحتقدم زياده كبيره. يمكن ايضا الذهاب لقسم الكيمياء، وفي مجموعه الكيمي سبستنس ممكن جمع الجينات الصغيره لتكوين جينات كبيره، ويمكن ايضا تحويل احد الجينات الكبيره الخضراء مثلا الى جينات زرقاء كبيره. على ان في حاله التحويل الجينات ستحتاج لخلط بعض الاعشاب والباودر مع الجينات، فاذا ما تعرف طريقه عمل الكيمياء وتحب تعرف اكثر، حيظهر الكارد اعلى الشاشه يوديك المقطع يشرح طريقه عمل معدات الكيمياء. واذا ما ظهر الكارد لاي سبب، ارجو ان تتفقد وصف هذا الفيديو وحيتوفر رابط هناك. وزياده الجينات تصبح اقوى عند وجود توافق بين لون الجينات ولون المهارات التي توضع قربها. فهنا الجينات الحمراء تقدم زياده في دامج السيف بنسبه 15%، لكن بعد وضعها في المكان الصحيح قرب ثلاث مهارات حمراء اللون صارت تقدم 40% زيادة في دامج السيف. أي مع توافق الجينات والمهارات حصلنا على أكثر من ضعف الزيادة السابقة بدون توافق. ونفس القواعد تطبق للجينات الحمراء والخضراء مثل ما تشوفون. أما قدرات المهارات العامة اللي لونها محايد، فهذه لا يمكن جعلها تتوافق مع أي جينات، وكذلك لا أنصح باستعمال أي جينات غير الجينات الثلاثة اللي ذكرناهم، لأن الجينات باقي الوحوش المميزة لا يمكن جعلها تتوافق مع أي لون من ألوان القدرات الثلاثة. فالأفضل استعمال جينات نقية فقط ألوانها صافية بدون أي شوائب للاستفادة من إمكانية التوافق. توجد مهارة قوية أيضا في شجرة الكيمياء اسمها سيرنجي، تجعل الجينات أقوى بنسبة 50%، فبدل الزيادة السابقة 40% في قوة السحر، صار عندنا هنا زيادة 60% في دامج السحر من الجينات الزرقاء بفضل مهارة سيرنجي. وآخر شيء يجب تخطيطه بخصوص الجينات وطريقة عمل الجينات المتقدمة. فبعد ذهابك لتوسانت وزيارتك لمدينة بوكلير، حيجيك في وسط المدينة طفل ينطيك رسالة من ترس أو يونيفر تنطيك مهمة جانبية توديك لمختبر تحت الماء. وبعد ما تكمل المهمة حيصير ممكن أن تضغط مثلث أو واي في قائمة مهاراتك حتى تفتح شاشة مهارات جينات متقدمة. هذه الجينات جميعها تقدم قدرات جدا قوية وتفتح لك أماكن إضافية لتضع فيها مهاراتك العادية، لكن يسمح لك باستعمال واحدة فقط من هذه الجينات المتقدمة، ويجب وجود توافق بين الجينات المتقدمة والمهارات التي تريد وضعها في أماكن المهارات الإضافية. فإذا أنت تستعمل جينات مهارة لونها أحمر، فحيسمح لك فقط باستعمال مهارات حمراء اللون في الأماكن الإضافية. ونفس القاعدة تطبق للجينات الزرقاء والخضراء المتقدمة. أما الجينات المتقدمة اللي لونها محايد، فهذه تسمح باستعمال أكثر من لون واحد من المهارات في الأماكن الإضافية، وبعضها مثل جينات ميتامورفيسس يسمح لك باستعمال جميع ألوان المهارات الثلاثة، على أنه مستحيل أن تسمح لك أي من الجينات المتقدمة بوضع أي من المهارات المحايدة في الأماكن الإضافية. وهنا نكون خلصنا شرح الجينات باختصار، فعرفنا كيفية جعل الجينات تتوافق مع المهارات وطريقة استعمال قدرات الجينات المتقدمة. إن شاء الله شرحي كان واضح، وأتمنى لكم يوم سعيد.